بيعمل اختيارها هنا هي بيعمل نفسه المجني عليه ملك يعني لا طبعا يتظاهر ان ملاك قدامها وهي هتتقبل وتصدق يبقى دي مشكلتها هي ضحك على واحده ثانيه ودي الثالثه طب ما كتير قوي ستات ضحك على رجاله يا استاذ ايه المشكله ايوه يعني احنا بنرفضها ما هو مش قاعده ما هو ست العكس العكس وارد وده وارد قرني كام راجل راح اتجوز على مراته وكام ست اتجوزت على جوزها ما ينفعش ست تتجوز على جوزها كان عملت علاقه كام ست اتطلقت وسابت عيالها في الشارع وراحت تشوف حالها كتير يا استاذ لا مش لا كتير سابوا عيالهم في الشارع لا كتير موجوده كتير قارن انت بتعرف ربنا انت مش بتعرف ربنا قارن هل المقارنه مجزيه الراجل اكتر ولما بتسيب الست عيالها في الشارع مين اللي بياخدهم غصب عنه بياخدهم الراجل مفتريه واحنا انما المره دي بتسيب عيالها ترفع نفقه وتاخد حقوقها كامله ومكمله انت مش رد على سؤالي انت تعبان من اللي هو سؤال الشخصيه احنا عارفين ان انت مشكلتك مشكله قانون الاحوال الشخصيه ده حقيقي لو في كوارث في كوارث الاحوال الشخصيه ده في كوارث يا استاذ انت جائر عن المراه جائر على المراه ام على الرجل جائر على الرجل بكتير جائر على الرجل تعلم كتير جدا كمان احنا بقالنا 15 سنه بنناضل امام رجاله سايبه عيالها ومراتاتها من غير نفقه ونفقه 200 جنيه وهي تبقى بتدفع 4000 جنيه اول ما خلاص خرجنا من عنق الزجاجه واخرها الولايه التعليميه في 2016 هم مش قادرين يستحملوا قادرين يستحملوا ان الست بقت تاخد نفقه 3000 و2000 جنيه مفيش ما بقتش استاذ عبير والله انا كل اللي في الاول على حسب يسار الخوف صح على حسب يسار ان شاء الله يحكم القاضي الاسعد المحكمه وشقلها مش هيقدر يتكلم فيها يعني ايه مش هيقدر يتكلم ما هو الراجل بيتلاعب ايوه النفقه بطريقه فظيعه لا 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 يا استاذ لا يا استاذ لا موفره له كل حاجه يا جماعه نرجع لا لا يا استاذه التلاعب في النفقه مش زي ما انت حضرتك متخيله لا 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 بيحكم على حسب دخله بصي جميع القضايا اجعلني استزيد حضرتك ينفع الراجل يتلاعب في دخله اذا كان مش قطاع حكومي ليه تامينات ولا لا